ورجعنا لكم وفقرتكم المحببة ريمونتادا، والمرة دي هي ريمونتادا على بعض المفاهيم عند ناس بيخالفوا كل منطق وكل واقع، وكلامهم لا ينتقص من النادي الأهلي إنما ينتقص من درجات مستوى تفكيرهم اللي مفترض يتمتع بالحد الأدنى من العقلانية. اللي عاش مع فترة جوزيه وشاف حظنا للألقاب الأفريقية كان هيفتكر دايما نغمة التقليل من بطولة أفريقيا وبحجة إن هي ضعيفة. طيب هل أنت كنت بتنافسني فيها؟ الإجابة لأ، أنت كنت فقط قاعد ورا الشاشات بتتفرج على النادي الأهلي وهو بيكتب مجد. فضلت الناس دي ومرت السنين والنادي الأهلي بيستعيد مجده الأفريقي فبتطلع نفس النغمة. هم نفس الناس اللي في سنوات انسحاب النادي الأهلي من أفريقيا استغلوا الواقع ده وقال لك بص انت بتحقق بطولات محلية بس انت فين من أفريقيا؟ القصة انتوا فين أصلا من الدوري المحلي وفين أصلا من أفريقيا؟ بص، هم النهاية أو ملخص اللي انت بتقوله إن أي بطولة بيحصل عليها نادي الزمالك هي البطولة الأعظم في التاريخ، وإن النادي الأهلي مهما حقق من بطولات فهو في النهاية خلف نادي الزمالك، لأن نادي الزمالك هو الفريق اللي حقق بطولة دوري السوبر المصري السعودي. فطول ما أنت كنادي أهلي ما حققتش البطولة دي فأنت بتعاني أزمة حقيقية. طب لو أنت حققت بطولة الدوري العام، لا، بطولة الدوري العام مش هي المقياس للقوة، لأن في وأنت بتلعب دوري عام بتخسر كاس وبتخسر سوبر. طب لو أنت حققت دوري أبطال أفريقيا، لا، هي بطولة الدوري العام هي مقياس القوة، ودوري أبطال أفريقيا ما بقتش مقياس القوة. في النهاية احنا عرفنا القصة رايحة فين. البطولة اللي بياخدها النادي الاهلي هي بطولة ضعيفة، لكن البطولة اللي بيحققها نادي الزمالك حتى لو سوبر مصري سعودي مع احترامنا للبطولة هي اقوى بطولات العالم. هنعيش بقى فقرة حلوة كده نوضح الكلام اللي كان بيتقال في الاعلام الخارجي سواء التونسي او المغربي او الجزائري، الاعلام المنطقي. هل وصل اعلامنا محليا لهذه الدرجة؟ و هل يرضي المسؤولين عن التصريحات دي الجاب الكبير في التفكير بين الاعزاء في المغرب وفي الجزائر وفي تونس، المنافسين للنادي الاهلي على البطوله دي والمنافسين المحليين؟ هنروح الفقره دي يا فارس ونعيش فيها. يا اسامه، فعلا ليت كل المنافسين شايفيننا بعيون الناس اللي شايفانا في مكانتنا الحقيقيه، مش الناس اللي اصلا ما بتقللش من النادي الاهلي، دي بتقلل من نفسها. وهتعرفوا ازاي بتقلل من نفسها لما نطلع ونشوف خالد الذكر استاذ عمرو الدردير وهو بيتحفنا بواحده من اخر ابداعاته عشان نرجع نعقب تعقيب مهم ومنطقي. عايز اقول لك ان نهائي لا يليق بافريقيا، نهائي لا يليق بكره القدم في النادي الاهلي حتى، ما لا يليق باي حاجه، نهائي ضعيف جدا، مباراه ضعيفه، حتى انا شايف الاحتفالات امبارح محدش قادر يحتفل، تحتفل بايه؟ بطوله افريقيا بقت اضعف من اضعف مسابقه محليه عندنا، يعني حاجه صعبه جدا. أنا يعني حزين على المستوى اللي فيه كرة القدم الأفريقية، وأتمنى أن البطولة السوبر اللي بيقولوا هيعملوها دي أتمنى أنها تنقل الكرة الأفريقية نقلة تانية، لأن بصراحة كرة القدم في أفريقيا أصبحت ضعيفة جدا. معظم اللعيبة أصحاب المهارات واللعيبة اللي هم الفازين في أفريقيا معظمهم بيطلع بره، فبالتالي المسابقة بقت ضعيفة جدا جدا جدا. طبعا هو المعيار النهائي ضعيف ليه؟ عشان الزمالك خرج بعد نتائج سلبيه ورايح جاي من الترجي، فاذا هو شايف ان النهائي ما فيهوش الزمالك فالبطوله ضعيفه، ولا انت شايف البطوله ضعيفه عشان خاطر طرف النهائي خسر 3؟ ما انت خسرت من سان داونز بثلاثيه برضو في 2016. يعني لما انا اكسب 3 لما انت بتخسر 3؟ لا، مش انت اللي تقول المعيار ده. طيب تعالوا بقى لحاجه اهم. إذا كان أنت شايف الفريق اللي بيخسر 3 ده لا يصلح ولا يليق بالتمثيل الإفريقي، هل تعلم أن أنت على مدار ال 20 سنة الأخيرة عندك رقم قياسي وهو 6 هزائم بثلاثيات و5 هزائم برباعيات وهزيمتين بخماسية؟ أيوة، دي نتائج نادي الزمالك إفريقيا. إذا المعيار بتاعك محتاج تراجع في نفسك، بس مش كمان في ده. هو بيقول أنتوا ما فرحتوش ليه؟ والله انا سالت كتير من جماهير النادي الاهلي، هو انتوا ليه ما فرحتوش بال10؟ فيقول لك حاسين ان التاسعه كانت احلى شويه. يمكن هو ده النهائي اللي انت بتتكلم عليه استاذ عمرو الدردير. استاذ عمرو الدردير بيقول ان بطوله دوري ابطال افريقيا بقت اضعف من اضعف بطوله محليه، ده كلام المتحدث الرسمي لنادي الزمالك. بس ده بس مش كان كلامه الفتره دي بس، لا، ده كمان
وهو بيتكلم قبل نهائي اللي اطلقوا عليه نهائي القرن واللي كلهم رشحوا نادي الزمالك للفوز بيه اللي هي التاسعه، كان له تصريح ان الدوري مش مقياس، حاليا بيشوف ان بطوله افريقيا اضعف من اضعف اي مسابقه محليه. نطلع نفكركم او نفكره بالتصريح، هو شايف ان الدوري مش مقياس. ده لا يقلل من محمد الشناوي على فكره، ما بقللش من محمد الشناوي. تمام محمد الشناوي حارس مرمى كبير وكويس جدا، وجهه نظر تحترم. محمد الشناوي كلين شيت، محمد الشناوي كلين شيت 25 كلين شيت في الدوري، افضل دوري في الدوري. الدوري هو الدوري، امال يا جماعه الدوري مش دي واحده بس. أمال هو ليه الفريق اللي بيكسب الدوري بيجي يطلع في اي ماتش تاني يخسر؟ زي ايه دي واحده بس؟ زي السوبر خسر الكاس بيخسر، وايه السوبر اللي خسرته بضربات الجزاء يا استاذ عمرو؟ انت ليه يا مصر يعني انت الدوري مش مقياس بالنسبه لك؟ لا مش بقول يعني الدوري هو مش هو المقياس الوحيد. لا طبعا كان النادي الاهلي حاسم الدوري بفرق 20 نقطه، فبلاش نتكلم عن فكره الدوري يكون المقياس، فلما يتزنق يقول لا هو مش المقياس الوحيد. وطبعا الاهم كان بالنسبه له نهائي دوري ابطال افريقيا اللي الزمالك كان داخل يلعبه امام النادي الاهلي، ظنا منه ان الزمالك هيحقق اللقب فيصبح دوري ابطال افريقيا هو المقياس والمعيار، ولكن الاهلي حقق الدوري المحلي وحقق دوري ابطال افريقيا، فربما يتكلم بقى عن كاس مصر، كاس السوبر المصري السعودي. تعالى بقى يا استاذ عمرو الدردير، بما انك بتحب الترند، انت اصلا من ايام فايلر وانت بنفس العقليه اللي بتحاول تقلل من بطولات النادي الاهلي، ولكن صدقني في كل مره هو انعكاس لتفكيرك مش انعكاس لمستوى البطوله، لانك في اللحظه دي وفايلر متفوق محليا وكان نفسك النادي الاهلي ما يستعيدش قوته الافريقيه، كنت شايف بطولة أبطال الدوري في أفريقيا إزاي والدوري المصري إزاي؟ نطلع ونشوف الفيديو. في تفاوت ما بين مستوى النادي الأهلي الإفريقي عن مستوى النادي الأهلي المحلي. النادي الأهلي المحلي ياخد 10/10 لأنه جاب العلامة الكاملة وعامل أداء كويس وماشي كويس على المستوى المحلي. لكن تيجي للنادي الأهلي على المستوى الإفريقي نتائجه مش ولا بد، هو ثالث المجموعة ما زال. محتاج لفوز على بلاتينيوم، لو ما عملش ماتش الاهلي قوي وقدر يكسب مكسب مريح علشان يقدر يكمل في المجموعه اعتقد هيبقى موقف الاهلي صعب الافريقي، لكن ما زال موقف الاهلي الافريقي اصعب من موقف المحلي بكتير، وفي تفاوت ضخم جدا زي ما انا بقول ما بين مستوى الاهلي المحلي ومستوى الاهلي الافريقي. استاذ بليل، بص انا الاستاذ عمرو اتكلم في حته مهمه جدا، فرق التفاوت بين المستوى الاهلي المحلي والافريقي، المشكله مش في الاهلي، ما هو الاهلي مستواه ثابت، المشكله في الدوري المحلي، الخلل في الدوري المحلي، ودليل ان انت يعني لعبه الكراسي الموسيقيه مش دليل على قوه الدوري، دليل على انه ما في مستويات متفاوته. ولما الكابتن حسام البدري وانت انفردته وجبته واتكلم على انه الدوري المصري ضعيف وان هو لا غير قادر على الافراز، الراجل اتكلم بصراحه، احنا في ناس كثيره انتقدته هجمته وقالوا له في اتحاد الكره اسكت ما تتكلمش الكلام ده انت بتجد مبررات، لا دي حقيقه. الدوري المصري حاليا الان لا يفرز لعيب ان هو يكون لاعب منتخبات. الدوري المصري زي ما بنشوف ادينا زي احنا بنقول في تفاوت بين المستوى الافريقي والمحلي، لا، لان احنا مستوانا سيء على المستوى المحلي. يعني ليه لما الكابتن الكابتن حسام اتكلم يعني طبعا تتفق او تختلف معاه، كان متفق جدا معاه في الجزئيه دي، ليه لما يتكلم بصراحه احنا نخاف؟ ليه ما نعترفش احنا الدوري المصري أسوأ دوري مصري السنه اللي فاتت اتفرجنا استمتعنا بالدوري للنهائي؟ اوعى تفتكر ان مشكلتنا ان الناس دي بتقلل من فرحتنا ببطوله، اطلاقا البطولات التاريخ بيشهد عليها، انما بص المنهج هو مش عايزك تاخد خطوه في اللحظة اللي انت مسيطر فيها محليا، قالك ده مش مقياس والدوري سيء جدا وضعيف جدا عشان كده النادي الاهلي مش محقق بطولات في افريقيا. العكس بيحصل، يبقى افريقيا مش مقياس، الدوري ضعيف. ولكن هنسيبنا من المنطق ده وهنمشي معاكم بهذا المعيار الهلامي، وهو ان بطولة دوري ابطال افريقيا هي بطولة ضعيفة، والنادي الاهلي هو الاول على الفصل في بطولة ضعيفة ومنهجها ضعيف. طب انت كام على الفصل في المنهج الضعيف ده؟ تعال نشوف مشاركات الزمالك اللي تخليك تعرف ان الكلام ده لو بيسيء لحد وبيسيء لناديك، لان مشاركات الزمالك في اخر 20 سنه من 2003 ل 2021، في 2003 خرج من دور ال 16،
2004 من دور ال 32، في 2005 من نصف النهائي على ايد النادي الاهلي في البطوله اللي صرفوا مكافئات للاعبي الزمالك فيها عشان خسروا 2-1 بس، 2006 لم يشارك، 2007 خرج من دور ال 32، 2008 من دور المجموعات في مجموعه تصدرها الاهلي، 2009 2010 لم يشارك، 2011 خرج من دور ال 32، 2012 و2013 من دور المجموعات، و14 من دور المجموعات، 2015 الزمالك ما شاركش اصلا، 2016 بتخسر النهائي بثلاثيه من صن داونز، 2017 من دور المجموعات، 2018 ما بتشاركش، 2019 ما بتشاركش، 2020 القاضيه، 2021 بتخسر من دور المجموعات والترجي رايح جاي. إذن لو انت بتنتقص من بطولة أفريقيا وان هي ضعيفة وده مستواك فيها آخر 20 سنة، فصدقني انت قلت حاجة سيئة جدا في حق نادي الزمالك. بص، هو آخر 20 سنة ما كانش بس بيخرج من دور المجموعات، ده له رقم قياسي يعني تزيل المجموعة، أو زي ما بيقولوا رقم أربعة في المجموعة، اللي هو أربع مرات بيحققها نادي الزمالك بيدخل المجموعة ويطلع الرابع أو المركز الأخير، لدرجة ان هو في 2012 دخل المجموعة طلع بنقطتين، يعني ما قدرش يحقق أي فوز، وبيتكلم عن بطولة ضعيفة. وطبعا عارفين الكونفدرالية لما الأهلي خدها كانت ضعيفة، ولكن لما الزمالك خدها كانت أقوى بطولة، وده المنهج اللي احنا بنتكلم فيه. بس هو ليه ما كانش بيشارك أصلا في بعض البطولات في العشرين سنة؟ لأن الزمالك كان بيحصل على ثالث الدوري ورابع الدوري ومركز سادس الدوري مرتين، فلو البطولة الأفريقية ضعيفة ودي محصلة اللي انت حققته بخسارة نهائيين منهم نهائي 3-0 ما عملوش فرحة لفريق صن داونز، المحصلة كمان في الدوري ان انت طلعت سادس مرتين في الفترة دي. لكن هنفترض ان بطولة الدوري من وجهة نظرك هي المعيار، النادي الأهلي محقق ايه مقارنة بقى بأندية مصر عبر تاريخ الدوري المصري؟ النادي الأهلي 42 بطولة محلية دوري عام، وان شاء الله في طريقه للبطولة رقم 43 مقابل 19 بطولة محلية لباقي الفرق. الزمالك يعتلي باقي الفرق ب 12 بطولة فقط لغير، وما زال يبحث منذ خمس سنوات عن البطولة رقم 13، ولكن ما كانش ده الكلام اللي طالع من إعلام نادي الزمالك فقط لغير، كان فيه كباتن لعبوا كورة، وإحنا لما بناخد الناس اللي بتلعب كورة فبعضهم بيكون عارف يعني إيه قيمة البطولة، عارف يعني إيه قيمة بطولة دوري أبطال أفريقيا، عارف يعني إيه قيمة الدوري. فلما يكون كباتن زي الكابتن أيمن يونس والكابتن حازم إمام وهم بيتكلموا عن بطولة أفريقيا ومقارنة بين بطولة أفريقيا وبطولة الدوري، كان رأيهم إيه أو كان وجهة نظرهم إيه؟ نطلع نشوف الفيديو لكابتن أيمن يونس والكابتن حازم إمام. وجهة نظر ان الكونفدراليه زي الافريقيا يعني لا ما فيش زي الشامبيونز ليج، تظل ذات اهميه اكتر لان هي اهم حاجه، اقوى بطوله في افريقيا والبوينتس بتاعتها كمان اقوى بطوله في افريقيا، يعني البوينتس هنا غير البوينتس بتاعت الكونفدراليه. والزمالك في موسم زي ده دوري وده لا يا سيف، انت عارف ايه اللي يزعل؟ ان الزمالك بالفرقه دي بالامكانيات اللعيبه دي بالقدرات بتاعت اللعيبه دي السنه دي ضيعوا ان هم ينافسوا على الدوري بشكل كويس، لان هم فرقه كانت تستحق ان انت كنت تلاقي المنافسه على المركز الاول لاخر لحظه مش المركز الثاني. الفرقه دي كانت تستحق اكتر من كده، وفرقه املنا فيها في افريقيا كبير، لان هي قد تكون اميز فرقه من الثلاثة التانيين. الزمالك لو اكتمل لو رجع سياسي وبن شرقي ورجع كل الفرقه اكتملت، الزمالك هو الاجهز. اعتقد واضح بطوله افريقيا هي الاهم واهم بطوله في القاره، وبالمناسبه بطوله افريقيا دي اللي خلت كل جماهير نادي الزمالك تشجع النادي الاهلي الموسم الماضي امام بيراميدز من اجل المشاركه في البطوله اللي هم حاليا شايفينها الاضعف. نتمنى تكون الحلقه عجبتكم، شكرا ليك يا فارس. شكرا يا اسامه، ونتمنى محمود معروف يكون موفق. محمد معروف لسه بنتكلم، ربنا يستر، لسه بنتكلم عن ماتش غزل المحله واخطائه. كل الشكر لحضراتكم، كل الشكر لفريق الاعداد رضا غانم، شادي صبري، احمد الغمري بذلوا مجهود كبير، وتحديدا في التصريحات اللي جت من الوطن العربي. طبعا كل الشكر لخلف الكاميرات والاسره البرنامج، بنشكركم ونشوفكم ان شاء الله في حلقات قادمه من الاهلي خط احمر، والاهلي دايما يا رب منتصر وفوق الجميع. سلام.